سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم حبيت ندير لكم شويه على الاحمر. قالوا لي في انستغرام والاحمر نسيتينا، احنا كاع ما تهضريناش عليه، احنا كاع 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 كاع. قلت كل خطره ندير لكم ميلونج على خاطرش تاع نعطيكم شحال من ميلونج تاع الاحمر. هادي كاع ما كاش منها، على خاطرش كل شعر واش يخرج فيه، كل شعر طبيعي وحده، شعر المصبوغ وحده، وواش مصبوغ فوالا باش يخرج، واش يخرج عليه، كل لون يخرج عليه. ما من اللون اللي حنديره لكم دوكا ماشي كاع القاعده يخرج كيف كيف. دوك انا حندير لكم هذا الميلانج على شعر فاتح شويه، زعما نقولوا على ليماش، ولا حبيتوا تبدلو، ولا شعر طبيعي. لو كان عندي شعر بني ندير لكم عليه، لخاطر الشعر اللون الاحمر يحب قاعده تكون فاتحه ماشي بزاف، يحب درجه البرتقاليه. حنا نقولوا اللون الاحمر حبيب البرتقالي، يحب الدرجه تكون شويه فاتحه، ولا ماغون، ولا كويفغي نحاسي يعني يحبهم، ولا شعر طبيعي. شعر طبيعي يخرج عليه بالخف، بصح لازم تكوني تستعملي بيان سور 30 فوليوم، ويخرج شويه غامق على الطبيعي. سما الى شعرك من الغوامق زعما نقولوا كيما هذا، دوك هذاكم على اندريا، كوفي، شاتان فرونسي، شاتان كلير، هادوما كامل يخرج عليهم غامق، يبان لون شويه ابان في سميشه فوالا، كي تخرجوا على الضوء الطبيعي باش يبان اللون. مي في الدار ولا وين تكون هكا في الخدمه ولا ما يبان لكمش مليح. الحاجه الاولى واش خيرت، خيرت غوج روبي، هذيك اللي نكون في اندريا دوتي، رقم 36 غوج روبي. كي تحبوا تشرو تدوا الاسم برك، لاخاطش الترقيم يختلف من ماركه لماركه فوالا. وحنستعمل لكم اكاجو، رقم تاع الاكاجو في اندريا دوتي هو 5.05. هذا هو، قلت لكم تدو غير الاسم اكاجو، مي الترقيم يختلف من ماركه الاخرى. واش حندير معاه؟ قلتوا لي بلي انا شوفوا جينيرالمون اذا استعملت الاحمر نستعمل شويه من مصحح الاحمر وشويه اخضر. اذا استعملت زعما اكاجو فيولي ولا حاجه رايحه الفيولي نستعمل مصحح بنفسجي باش اللون زيد يبان. مي قلتوا لي بزاف تجيني اسئله في الانستغرام، ما احنا في الدار واش نديروا بالمصححات ونستعملهم مالغري تسحقوهم المصححات، خدمه بروفيسيونيل تكون بالمصححات. مي مع ذلك قلت نستعمل لكم قطره من ماغون غلاسي، ماغون غلاسي شويه. الماغون يحب في زعما تستعملوا ميلونج احمر ولا ميلونج بنفسجي ولا، يحب يساعدوا باش يتفيكسا شويه. ماغون، ماغون غلاسي الرقم تاعو في اندريا دوتي 5.64 فوالا. قلت لكم هذا يا ماغون غلاسي يختلف الترقيم من ماركه الى اخرى. الحاجه الاولى دوك الى شعركم طويل تستعملوا تيوب تاع اكاجو، نص تاع غوج روبي، وشويه هكا دومي دوا نص صبع تاع ماغون غلاسي، مع 30 فوليوم دائما الاحمر، 30 فوليوم دائما احمر بنفسجي ولا 30 فوليوم، ونفس الكميه. قد ما استعملتوا هذوما الصبغات تجمعوهم شحال الكميه مع هادية. دوك انايا كيما حنستعمل في خصله سما حندي شويه، سما ما عندونيش، نتوما تدو قيس شعركم. قلت لكم تيوب تاع اكاجو، النص تاع غوج روبي 36، وشويه تاع ماغون غلاسي نص صبع، ونفس الكميه تاع اوكسيدون 30 فوليوم. وكاينه حاجه دائما كيما نغلقوش الصبيغه تاعنا مليح، يجينا هذا الكحوليه هنايا، اذا راكم تشوفوا فيها في التوب هنايا، هذه دائما تعبزوها هكا وتنحوها، هذه كامل ما تصبغوش بها، هذه كامل قصها الهواء ما عندها حتى فعاليه، هذه تترمى فوالا. هاي ليك درت اكاجو، ودوكاتيك نص تاع غوش روبي. من بعد ندي شويه تاع ماغون غلاسي،
ديت شويه قيس الكميه برك تاع مارون غلاسي لخاطرش الكميه قليله. فوالا نتوما كي تستعملوا توب ونص توب تدو نص نصف اصبع فوالا تاع مارون غلاسي. دوك ندير اوكسيدون 30 فوليوم نفس الكميه ونميلونجي الصبغه مليح مليح. لازم حاوليت الميلونج بعد ما خلطته كما قلت لكم مليح. حندير لكم تجربه على خصله فاتحه كما قلت لكم وعلى شعر طبيعي. ركزوا معايا البنات، الشعر الطبيعي يخرج فيه لي كولور تمتم ماشي كيما يكون شعر مصبوغ. راني يعني عمرتها بالصبيغه، دوك هذيك نخليها نصف ساعه ونعاود نولي لكم بعد ما نمسح. مي كاين حاجه ملاحظه نقولها لكم قبل ما ننساها، هي الصراحه في الاحمر، الاحمر تمتم يحول لاخاطش هذوما الوان ما كش مره شفتو بوحده زادت شعرها احمر، ما كاش غير هذوك الرواجه مي ماشي احمر، هذوك خلونا ديك حاله خاصه. هذوما الوان يعني ماشي كاينين، ماشي ربي دارهم سبحانه، ثم يحولوا اوتوماتيك. على بيها كاين شامبوان سبيسيال الشعر الاحمر، كاين لي زامبول ينداروا مع الصبغه الحمراء، كاين تكنيك يكون شعرك فاتح، تكنيك اللي ديريها قبل ما تصبغي الاحمر هدايا مؤقت تمتم. دوك غسله الاولى يبدا يحول باش نتفاهموا، باش ندير لكم تجربه. مي هذاك يلزم له فيديو وحده تاع اللي يكون على الشعر الفاتح باش ما يحول لكمش. هادو ما قاعدك دي تكنيك لازم واحد، لازم فيديو وحدهم باش ما يجيش الفيديو طويل. هذه هي كل ما نصبغ سبحان الله، كل ما حاب ندير لكم ميلونج صب الشطايا سبحان الله. دوك هذيك طلت سبيشه خرجت غدوه من داك، قلت نوري لكم. شوفوا هذا كيفاش اللون يبان في السميشه، والله ما على بالي لا يبان لكم مليح ولا لا لا. وهدايا اللي درته لكم فوق هاد لا كولور فوالا. ثم اللي حبت تكلاخسي شعرها ويخرج لك يخرج لك غوج الشباب، ديري هذاك النوتخ شعرك راه فونسي، ديري هذاك النوتخ باش يخرج لك لا كولور تاعو الشابه فوالا. ما تغسليش شعرك بزاف باش ما يحولكش اللون. هاوليك لا كولور، حطيت لكم خلفيه بيضاء بالعاني باش يبان لكم اللون. هاوليك ان شاء الله ياو يبان كيما هو في الحقيقه. انا بقلتني سميشه مانيش كاع نشوف واش راني كاميري. المهم ان شاء الله ويبان لكم، راكم تشوفوا اختلاف لاباس. هذا شعر طبيعي وخرج فيه هكا، لو كان جا شعرك مصبوغ لا كولور فونسي شاتان ولا شاتان فونسي ولا، انا قلت لكم يخرج لكمش كامل اللون. شوفوا شعر طبيعي وكيفاش خرج فيه اللون، يبان غير في السميشه ابان بارابور لهاد لا كولور. خرجت تهبل اللي تحب غوج اكاجو هكا. هاوليك اللون، وان شاء الله في المونتاج نلقاه يبان كيما راني نشوف فيه. هذه هي، هذه هي كاين شحال من ميلونج باش تخرجي الاحمر، تخرجي اكاجو، تخرجي اوبرجين، تخرجي اكاجو فيولي الفيولي. كل خطره ندير لكم حاجه وانتم خير اللون اللي تحبوه، ما يهمناش برك نعطيكم المعلومه باش تحافظوا على الاحمر تاعكم باش دائما يولي جديد. هذه حاجه باينه وهضرت عليها شحال من خطره، ديرو غانساج، الغانساج تاع الاحمر عادي شتو واش صبغتو الميلونج اللي درتوه، ماشي غير هذا نيمبورت كال ميلونج درتوه، ديرو معاه اوكسيدون ومن المستحسن 20 فوليوم. خاطش الغانساج ما يجيش ب 30 فوليوم، 20 فوليوم ولا 10 فوليوم ولا نتوما واش عندكم. الا عندكم 30 فوليوم زيدوا له شويه الماء ورغونوا شعركم وخلوه، عينكم هي ميزانكم، غير تشوفوا اللون عاود ولا غسلوا شعركم. هذه هي باش تحافظوا على اللون الاحمر فوالا. ان شاء الله كون مديت لكم كامل المعلومات وما نسيت حتى حاجه. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه. الى فيديو واحد اخر، السلام عليكم. بيان سور الدعم تاعكم يساوي الاستمرار. هذه هي